أحسن الله إليكم. يقول السائل: قتل الساحر هل يعتبر كفارة له إذا تاب قبل قتله وبعد الإمساك به؟ وهل يصلى عليه أم لا؟ ما تقبل توبته، يقتل على كل حال ولا يصلى عليه، ويعامل معاملة الكافر. ولكن فيما بينه وبين الله، الله أعلم، إنما وكل إلينا أمر القلوب، هذا عند الله. إن كانت توبته صحيحة هذه عند الله جل وعلا، هو الذي يعلمها هو الذي يجازيه عليها، لكن نحن ننفذ عليه الحكم الشرعي ونعامله معاملة الكافر فيما يظهر لنا.